بس ناخد الاول الاستاذه سلمى. بتقول انا طبعا يا استاذه سلمى انا اعتقد ان حضرتك قلتي ربما السؤال ده خاص بمساله الصيام او مطلقا، انا هجاوب على الامرين لان السؤال القريب كان مبعوث. بتقولي انه هل يجوز الاغتسال للازواج بعد اذان الفجر؟ يجوز، بس ان احنا يعني ما يخرجش وقت الفجر، يعني احاول ان انا اكون حتى يعني ان كان الانسان ظل على الجنابه ورفع اذان الفجر يجوز له انه يغتسل بعد الاذان، ما فيش مشكله، حتى وان كان ناويا للصيام ونوى الصيام ورفع اذان الفجر وانا اغتسلت لكن امتنعنا خلاص مع الاذان، لكن فقط انا على جنابه الى ان رفع اذان الفجر، فاحنا بنقوم نغتسل بس بحيث انه ما يخرجش الوقت بتاع عشان نلحق الصلاه، حتى لا ياتي ان احنا بدخول وقت الشروق.